فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زينا السلام عليك.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشان والدرجك. يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشان والدرجك. عفات يا جيرة الأعلام يا أوغيل الجود والكرام. عفات يا جيرة الأعلام يا أوغيل الجود والكرام. يا رسول الله سلام يا أوهيل
آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب. يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب. يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب. من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب. ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب. وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به أنينه أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبنهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله تغشاكم حبيبي وأهلكم ويغشاكم سلام وأهلكم ويغشاكم سلام صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مركبا I'm
فسبحان من خصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول: عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح الله ذلك النور، تسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاع قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني: عن عطاء بن يسار عن كعبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة
وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص سعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاعبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوب وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق عزتي وجلالي: لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجلو لكم عرائي سمعاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراكي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأنقله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوا
صلواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد عدة Yeah.
خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بعد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم انه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس بغماز ولا عياب اذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط عن ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه
وإذا جلس في مجلس بقى يضيب فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن ديب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واسي فيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا بدرة يا بدرة من حاز كل كمال يا بدرة يا بدرة من حاز كل كمال ماذا يعبر عن علا ماذا يعبر عن علا كما قال يا بدرتي يا بدرتي من
Tumadang Al-Mukarram Al-Habib Nasyrafuddin Al-Hajj Nyuwun tabarokan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alina al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا رب من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا من يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا ربنا يا رب العباد يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ويسر لنا وسهل لنا زيارة مكة بيتك الحرام ومشعر الحرام وزيارة مدينة المنورة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شئت وكيف ما شئت وإنك لا تخلف الميعاد
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.